يلا يا حبايبي لفوا اصغر حبايه علشان نحطها تحت في الكرتونه صغير تحت، ونحط خمس ست حبات كده ايه فوق حلوين، والباقي الصغير كله تحت. بس كده غش يا بابا غش، وانا هتجوزكم منين واكلكم منين واشربكم منين؟ خد يابا المانجايه دي بايظه حطها تحت، الزبون مش هنشوفها. جدع يا حبيبي، البايظ هاته كله، البايظ نحطه تحت. خد البايظ، هات البايظ كله تحت. صغيره خالص ايوه، والخضرة هنحطها تحت عشان الزبون ايه الزبون مش شايف حاجه. هات لي كراتين من دي كتير عشان توزن معانا وتكون تقيله، بس الزبون كده كده مش شايف حاجه. مش شايف حاجه. اظبط يابا الوش بقى، اظبط الوش يابا. فين هو؟ خمس ست حبات فوق بس اللي حلوين، مال هنحط الكراتين دي ايه؟ اظبط يابا الوش، عايزين نتجوز يابا. ماشي يا حبيب قلبي، انت حبيبي والله، انت الوحيد اللي في العيال دي. يلا يابا. اما ده عمال يقول لي حرام وحلال، عامل لي فيها الشيخ مش عارف مين. مكسب لنا 60 70 جنيه من ورا اي كرتون عشان نلحق نبني ونتجوز يابا. كبير بس. هات الكبير، هات الكبير. ما تجيب الحبايه صغيره عشان احطها تحت. بص انا مش شغال معاك تاني يا بابا. ليه يا حبيبي؟ ما بحبش الشغل الحرام ده انا بابا، وهسيب لك البيت وامشي انا. والله انت اللي فيهم، امشي. انا سيبك منه، ده مش نافع، ده مش عاوز يبني ولا عاوز يعمل حاجه. ده ما تسالنيش في جواز، مش شايف حاجه. ده ما تسالنيش في جواز، عملت لي حلال وحرام كده. انا لازم اربي العيال. ده غبي، ده هشتغل شغل حرام. مش حاجه، سيبك منه. هتزود كراتين يا ابني عشان الميزان، نكسب 3 4 كيلو في 20. بس كفايه كده، كفايه كده يا بحطهم في كرتونه تاني. انا حابب اوجه لكم رساله، واوجه للمجتمع كله رساله، ان مهما الحرام كتير ما بيعليش، ما تبقاش مع اللي يقول لك اشتغل واعمل، بالحرام مش هياكل معاك عيش. خليك دايما مع اللي يقول لك حلال وحرام بما يرضي الله. طبعا احنا ده في ناس بتعمل كده حقيقي، بس مش كتير، وما بنعممش، في ناس محترمه وعندها دين واخلاق. اهم حاجه الاخلاق قبل اي حاجه، اللي يبقى فوق زي تحت. بس الواضح كله او الاغلب او النص بيوشش، يعني بيحط الحب الكبير زي ما انت شايف كده، والصغير ايه تحت. دي رساله بنوجهها، خليك في الحلال تكسب وتعيش.